سعد المطلبي يعني اللي يجيد الفارسية أموره نعم. زينة حظوظة ممتازة يعني المفروض أنت ما تشتكي من يجب فادتك بشيء راح تفيدك تتخيل مستقبلا؟ لا بالتأكيد تفيدك مستقبلا مثلا؟ لا نهائيا بالعكس لا ما أعتقد أنا ولاي العراق من يعتقد أن اللغة هي مورد ارتباط عضوي بين اللغة وبين تلك الدولة هذا على خطأ. خب أنا أجي الإنجليزي أفضل هذا معناته يعني أنا لازم أمريكي لو إنجليزي. لا أنا أقول اللغة هي مفتاح لمعرفة ماذا يفكر الآخر. طيب. تفيد اللغة الفارسية من أقرأ الأخبار باللغة الفارسية وأشوف بالضبط إيش يقولون علينا شنو آرائهم هذا تفيدني كما أقرأ مراكز الدراسات الأمريكية وأشوف شنو آرائهم بالنسبة لنا بالصحف الفارسية إيش يقولون علينا أستاذ سعد يعني هناك بصورة عامة ينظرون للعراق كحليف وينظرون للعراق كدولة قريبة منهم وشعب قريب منهم وطبعا كان أكو انزعاج كبير من كانت يعني شعار إيران برا برا سبب انزعاج كبير جدا في حليف يعني الجو الإيراني بيكمله حليف ولا وكيل ينظرون حليف لو وكيل حليف لا مو وكيل بالإعلام يتحدثون بالوكالة قد تكون الوكالة بالعمل التطبيقي من يجي السفير هنا ينطي أوامر لبعض الجهات هذا مو حليف هذا وكيل لكن بسرعة علم بالإعلام مراكز الدراسات الإيرانية يتحدثون العراق كحفير وكحليف وكعمق طيب. الإيران عمق للعراق مو العراق عمق للإيران أنا سؤالي إلك أنت شلون تشوف يعني هم ينظرون حقيقة الحال يعني ينظرون حلفاء لو وكلاء لا هم ينظرون يعني خلينا نكون دقيقين الإيرانيين دولة إيران دولة قومية قبل أن تكون دولة مذهبية الدولة القومية ترى في نفسها الأفضلية على الآخرين